السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا جاي اتكلم النهارده عن العربيات الكهرباء، وهكلمك عن المميزات والعيوب وعن نقطتين ثلاثه مهمين جدا جدا علشان تعرف تحافظ على البطاريه بتاعتك. يمكن في فيديوهات كتيره قوي مش هتسمع النقطتين دول. يلا بينا نبتدي الفيديو. معاكم محمد اوبا، وجاي اقول لك هنبتدي اول حاجه بالمميزات بتاعه العربيات الكهرباء. عربيات الكهرباء اول حاجه بتتميز بيها قوي 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 عن العربيات البنزين ان هي ادائها سريع جدا وتجميعها سريع جدا، لان كامل عزم الموتور الكهرباء بتاع العربيه بيطلع من اول ما حضرتك تحط رجلك على الدواسه بتاعت، هي مش البنزين بس اللي احنا بنقول عليها دواسه البنزين، اول ما هتدوس كده العربيه بتاخد، لو العزم بتاعها 300 نيوتن كلهم بيطلعوا من اول لحظه، فبتحس ان هي ادائها قوي جدا جدا، ودي حقيقه يعني. تاني حاجه من مميزات العربيات الكهرباء ان هي مش بتحتاج صيانه بشكل دوري زي العربيات البنزين اللي هي زيت وميه وفلاتر والكلام ده كله، الكلام ده كله مش موجود في العربيات الكهرباء. بس خلي بالك في نقطه مهمه جدا في السلبيات او العيوب في العربيات الكهرباء في قصه الصيانه دي، لما نروح في العيوب افتكر تركز فيها. من الحاجات المهمة كمان او المميزة في العربيات الكهرباء ان هي هتوفر معاك فلوس، لان الشحنة بتاعت الكهرباء وليكن لو كلفتك حتى مثلا 100 جنيه ممكن تمشيك على متوسط العربيات الكهرباء، يعني هتمشيك حركة 400 كيلو، لكن طبعا صفيحة البنزين النهاردة عاملة 200 جنيه وماكسيمم هتمشيك 200 كيلو 250 كيلو، فالحسبة بكل المقاييس في استهلاك البنزين او استهلاك الكهرباء العربيات الكهرباء اوفر. كمان في نقطة مهمة ان العربيات الكهرباء لو جبنا طراز يعني منه الكهرباء ومنه البنزين هي نفس العربية بالظبط، هتلاقي ان العربية الكهرباء ثباتها اكتر علشان البطارية بتبقى محطوطة في بطن العربية من تحت، والبطاريات دي بيبقى وزنها تقيل جدا فبتدي ثبات احسن من العربيات البنزين. Years of research and development. A single open source platform means countless vehicle possibilities, enabling more brands, more players. كمان العربيات الكهرباء بتبقى عربيات متطورة جدا وفيها تكنولوجيا عالية جدا، وبالتالي بيبقى محطوط فيها عوامل امان بشكل قوي جدا وبيبقوا مهتمين قوي بيه. يعني مش هتروح تجيب عربيه كهرباء مش هتلاقي فيها اي بي اس ولا هتلاقي فيها اي اس بي ولا هتلاقي فيها اير باك زي اي عربيه كهرباء ستاندرد كده، هتلاقي فيها عوامل امان ممتازه جدا. اخر حاجه في المميزات ان العربيات الكهرباء عامله زي التليفونات زي اللابتوب زي اي حاجه الكترونيه، نسبه حدوث ان انت تجيب عربيه كهرباء وتلاقي فيها مشكله ده قليل جدا جدا جدا. انت يعني مثلا لو حضرتك خدنا التليفونات كمثال، قليل قوي لما حد يفتح تليفون من علبته جديد وهتلاقي فيه مشكله، لان 90% اساسا من اعتمادك على يعني السيستم عموما على السوفت وير مش على الهارد وير. كمان العربيات الكهرباء هي بتديك كده يعني تميز بحاجة فريدة من نوعها، طبعا الكلام ده لحد دلوقتي بسبب ان هي لسه برضو مهما كان عربيات مش منتشرة، فلو حد بيحب ان هو يركب حاجة مميزة او حاجة مختلفة عن الطبيعي يعني، فكده العربيات الكهرباء هتحقق لك الميزة دي كويس جدا جدا. بس يعني ما تخليش النظرة كلها تفاؤل قوي في العربيات الكهرباء، لانك هتلاقي عيوب كتيرة قوي ممكن تخلي قرارك مش 100% ان هي احسن اختيار على الاقل في الوقت الحالي. خلينا نروح بقى للسلبيات والعيوب. زي ما قلت لحضرتك في المميزات ان العربيات صيانتها قليلة، بس في العيوب بقى ان لو حصل مشكلة فيها مش هتعرف تحلها، لان العربيات الكهرباء اساسا كل اللي بيشتغل فيها يعني في مصر عموما هتلاقي مثلا مركزين ثلاثه، وفي نفس الوقت هم كمان ما لهمش ضغط شغل ولا في خبره كبيره، وكمان مش كل عربيه بيبقى مشكلتها زي العربيات الميكانيكيه
يعني بتبقى المشكله تشخيصها واحد، لان في حاجات كتيره جدا في العربيات الكهرباء بيبقى معتمد على السوفت وير. معنى كده ان انت ممكن عربيه كهرباء تبقى جايبها يحصل فيها مشكله حقيقي واقعيا جدا، ما تعرفش تحل المشكله اساسا في مصر. ممكن تبعت حد من بره يجي يشوفها، ممكن تتواصل مع حد بره مصر عشان يحلها، ممكن تاخدها وتشحنها بره مصر اصلا عشان المشكله اللي فيها تتحل. صحيح المشكله نسبه حدوثها قليل جدا، بس لما هتحصل هيواجهك مشكله كبيره قوي، وممكن تندم اصلا ان انت فكرت في عربيه كهرباء في يوم من الايام. زائد كمان ان التكلفه بتاعتها ساعتها هتبقى كبيره جدا، ومش هيبقى قدامك اختيارات كتير ان انت توافق او ترفض او تروح لحد تاني. بالعكس هتبقى مجبر ان انت يعني اي حد يضحك عليك، المهم تحل المشكله. كمان قطع الغيار بتاعت العربية الكهرباء، لو ما انتش شاري عربية نفس العربية البنزين بالظبط، هتلاقي في اختلافات بقى في الفوانيس، في الشبك، في الكلام ده كله. قطع الغيار بتاعتها مش هتلاقيها، يعني مش نقول قليلة، لا مش هتلاقيها اصلا، لان مفيش حد هيجيب اساسا قطع غيار بكثرة غير لما تبقى عربية منتشرة. ثانيا كمان العربيات دي ملهاش ضمان في مصر نهائي، يعني مفيش عربية كهرباء داخلة تبع وكيل ان هو يضمنها او يجيب لها قطع غيار، ما بالك اساسا عربيات البنزين قطع غيارها مش موجودة حاليا في مصر. كمان العربيات الكهرباء حتة الضمان دي مهمة جدا، اي شركة من الشركات بتاعة العربيات اللي بتدخلها وتبقى استلام فوري مش هتديك ضمان ولا حتى يوم واحد على العربية، فانت لازم تبقى اخد الباكج ده ومتحمل مسؤوليته بايجابياته وسلبياته، وطبعا دي حاجة مش سهلة ابدا. انت لما بتبقى راكب عربيه بنزين عادي بتخش تمون في البنزينه في 5 دقايق، لو الدنيا زحمه قوي طابور بتقعد 10 دقايق وتمون يعني بسرعه جدا، وتاخد العربيه وتجري وتسافر وتعمل كل اللي نفسك فيه. العربيات الكهرباء بيبقى فيها يا اما شحن سريع يا اما شحن بطيء. الشحن البطيء ده متوسط، احنا بنتكلمش على عربيه معينه، احنا بنتكلم على التكنولوجيا بشكل عام. متوسط الشحن بتاعها بيبقى حوالي في خلال 8 ساعات 10 ساعات 7 ساعات على حسب حجم البطاريه. الشحن البطيء ده على فكره هو الشحن السليم اللي يحافظ لك على البطاريه بتاعه العربيه. الشحن البطيء ده لازم حضرتك تعمل وحده شحن خاصه بيك، سواء بقى في شغلك في بيتك، فالتكلفه بتاعه وحده الشحن دي مش بسيطه. اكيد كل فترة هتبقى الامور اسهل، والتكلفة كمان ممكن تبقى تنزل كمان، يعني تبقى يعني لو النهاردة بنتكلم في تكلفة 20,000 ممكن بعد فترة تتكلف 15,000 بسبب انتشار التكنولوجيا. بس لازم النهاردة وانت بتشتري عربية او بتفكر تشتري تحط في حسبانك كويس جدا قصة الشحن ده. تاني حاجة بقى لو شحنتها شحن سريع، وهنا هنقول لحضرتك او هقول لحضرتك نقطة مهمة جدا اللي نوهت عنها في اول الفيديو. الشحن السريع ده ما ينفعش تشحنه وتروح تخزن العربية، يعني ينفعش تروح وحدة شحن سريع في محطة بنزين وتشحن وبعد كده ما تفرغش الكهرباء اللي في البطارية، لان في الحالة دي اساسا البطارية بتبقى يعني مصنوعة اساسا للشحن البطيء بشكل كهرباء داخلة منتظمة للبطارية. لكن لو حطيت لها شحن سريع ده بيبقى شحن متغير، بيبقى الهدف منه في الطوارئ مش اكتر من كده. فانت لو شحنت شحن سريع ما تشحنوش الا لو حضرتك مسافر، يعني بعد ما تشحن على طول اوريدي هتفرغ الطاقة اللي جوه البطارية. لكن لو شحنتها شحن سريع ورحت بيت العربية في البيت وبقى ده يعني الاعتياد بتاعك في استخدام البطارية وفي شحنها، تأكد ان البطارية هتبوظ معاك في أسرع وقت. وكمان احنا عارفين ان اماكن الشحن بتاعت العربيات الكهرباء مش منتشرة تماما، لا في خط الصعيد ولا في الدلتا ولا هنا مثلا في بورسعيد ولا في المنصورة ولا في حتت كتيرة جدا لحد دلوقتي. يمكن منتشرة بشكل اكبر طبيعي في القاهرة في التجمع، لكن ممكن تلاقيها برضو اكتر شوية بعد كده، يعني بعد القاهرة هتلاقيها في اسكندرية، لكن غير كده مش هتلاقي خالص. كمان البطاريات بعد عمر افتراضي ممكن 5 سنين 6 سنين 7 سنين على حسب ما الشركات بتقول، وطبعا احنا محدش جرب، هو كله الشركات هي اللي بتقول عمر افتراضي كذا. العمر الافتراضي ده لسه مخلوطش تقريبا في اي عربية، بس عموما البطارية نفسها هيبقى لها تكلفة كبيرة جدا عند تغييرها. مش بقولك ان هي في الحالة دي ان هي هتاخد يعني ان تكلفة البطارية او صوت تكلفة صيانة العربيات البنزين واستهلاك البنزين ان هم متساويين، لا
ما زالت العربية الكهرباء هي عربية موفرة، بس الرخم في الموضوع ان انت مش هتعرف تغير البطارية دي بسهولة، ولا هتعرف حتى تغير خلايا او اجزاء منها بسهولة، لان المواد المصنوع منها اللي هو الليثيوم بتاع البطاريات الكهرباء بتاعت العربيات دي مواد مشعة ومواد خطيرة جدا. فانت عشان تعمل استبدال ليها لازم بتاخد موافقات كتير، ولازم يبقى عن طريق مركز معتمد، ولازم تصدر القطعة اللي انت هتستوردها تصدر قصادها القطعة اللي عندك. فالقصة مش ببساطة وبسهولة، على الأقل لحد الفترة اللي احنا فيها. آخر حاجة عايز أقول لك عليها في العربيات الكهرباء، هو عيب ومش عيب، هو عيب لو ما أخدتش بالك منه. لما تيجي تغير الكاوتش بتاع العربية ما ينفعش تسيبها لأي حد صنايعي ولا بتاع كاوتش يقوم مدخل الكوريك تحت العربية ويرفع من أي حتة، لأن حضرتك هو ممكن يجي يرفع من على البطارية، لأن العربية بتبقى في بطن العربية البطارية بتبقى في بطن العربية كلها من تحت. فأنت لازم تتأكد كويس جدا لما حد أي حد جاي يشتغل في العربية إن هو يرفع بالكوريك من المكان المخصص للرفع بالظبط. ودي كانت تاني نقطة أحب يعني أنبه أي حد بيفكر يشتري عربية أو معاه أوريدي عربية كهرباء من القصة دي، لأنك ممكن تخسر كتير جدا وتبوظ العربية وتبوظ البطارية بسبب إن حد استهتر ودخل الكوريك كده ورفع من أي حتة. والخلاصة في العربيات الكهرباء، أنا شخصيا أكيد فكرت فيها زي أي حد، خصوصا في الأزمة اللي احنا عايشين فيها في قصة إن عدم تواجد وتوفر العربيات البنزين. لو جات لي الفرصة أكيد هجربها وممكن أخد التجربة، بس هي مش أحسن اختيار حاليا في السوق المصري في البيئة اللي احنا عايشين فيها. وكمان في نقطة يمكن ناس كتير حذرت منها في الفيديوهات الأجنبية، ان العربيات الكهرباء لو في مكان شحن بطيء او سريع بس في درجة حرارة عالية، يمكن ما حصلش ده بنسبة كبيرة قوي، لو انه حصل برضو لازم نخلي بالنا ان البطاريات بتولع والعربية كلها بتولع. اكيد مش معمولة ان هي ده يعني ان الشركات الكبيرة مش عاملة سيفت للقصة دي ومأمنة نفسها، بس ولو حصلت واحد في 1000 او واحد في 10,000 حتى، فاحنا برضو لازم ناخد بالنا لان دي كارثة كبيرة قوي. فاحنا لما نيجي نشحن العربية الكهرباء يا ريت برضو يبقى في مكان ظل او بالليل، ما يبقاش في درجة حرارة عالية خصوصا في الفترة اللي احنا عايشين فيها دي. اتمنى ان انا اكون وفيت كده الايجابيات والسلبيات بشكل بسيط، وشكرا، نشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.